طبعا قمنا بهذا العمل كانشاء روضه اطفال، لانه هون المخيم ما في روضه اطفال وعدد كثافه سكانيه عاليه. قمنا بتجهيز هاي القلعه من خلال ترميمه سقفها، تصفيف الارض. طيب بدايه هذا العمل كان منذ تهجيرنا من معره النعمان. الهدف من مشروع تعليم هاي الاطفال القراءة والكتابة وتعليمهم اللغة الإنجليزية وأنشطة متعددة. طبعا الصعوبات اللي عم نواجهها هون هو قلة اللوجستيات، قلة الدعم حتى نقدر نستمر، حتى يعني المعلمين بهذا المركز تطوع.